السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم احنا قناة جيمر جيت. اليوم عندنا لعبة انكاني فالي من العاب بلس شهر يناير سنة 2018. طبعا اللعبة هذه ما عندي وش القصة فيها، يعني انا اتقدمت فيها وكذا، اذا بغيت تحفظ غلط تغضر الاوان وتحفظ غلط، لكن وش القصة وش السالفة وش ذا ما ادري بالضبط. شوف الشيك ذا المربوط، خل نحاول نجي نفكه. اوكي طيب تجي هنا، انت معك هذا الشيء اللطيف، تفك الشبك وتخش مع الشبك. ايوه ازعاج، ايش هذا؟ بهج هج. لا المشكلة وش الشي هذا؟ ليش كاني ليش مدري وش ما عليش السالفة؟ تمام؟ حاولت اني اتقدم في القصة. لا دول جايين. طيب يعني الدعوة السبع، يعني اذا دول يجون، يعني كل ما يجون فيها دول يمسكونك، يعني تفقد الوعي او تنام او ما ادري ايش السالفه يعني بالضبط. لكن انا اعتبر يمكن اللعبه هذه واللعبه اللي الون وذ يو من الالعاب الغبيه من الشهر في شهر بلس هذا. لكن عندك لعبه باتمان اللي نزلنا عنها امس، تقريبا قبل امس نزلنا عنها، صح مره حلوه يعني صراحه، يعني حتى انها مدعومه باللغه العربيه محادثات الفئة وزي كذا. معليش على الأغاني الحين، معليش يعني على الأغاني الموجودة حول، معليش على الأغاني الموجودة حاليا في اللعبة، لأني ما أقدر أطلع الأوبشن حق اللعبة ولا أقدر أغير أي شيء، فأعذروني يعني. حتى أنا كان في لعبة في صوتها عالي وإزعاج وكذا، فمعليش أنا ما أقدر أعدل أي شيء يعني. نشوف يمكن ناخذ شيء ولا شيء. طيب ايوه يلا شينا. طبعا نظام اللعبة يا اخي مو مفهوم ابد، ما لسه افهمها صراحة بينكم. انا اجيب اللعبة ازعاج على الفاضي، يعني ازعاج، يعني لو تحذفون اللعبة هاي واللعبة الثانية وتركزون على لعبة باتمان اللي هي السيريس اللي كنا قصة، هذيك مرة حلوة. يعني نظامها هي اذا تدخل قرار معين راح يأثر عليك في المستقبل يعني. لكن هذه ما عندي شنو الموضوع، لا نظام، لا نظام اللعبة غريب يعني ما عندي وش السالفة بالضبط. ايوه
ما ادري وش حاليا يعني وش بالضبط في اللعبه ذي، ما ادري وش بالضبط، ما عندي على هو بس ان اواجه المخلوقات ذي الحين منها، ما ادري وش السبب بالضبط. طيب ما في يعني اي شيء يعني في اللعبة، يعني ما في شيء داخل معلومات او الشيء اللي ممكن تستفيد منه. انا حبيت اعطيك يعني نبذة بسيطة عن اللعبة عشان تشوف هل هي تستاهل انك تحملها ولا لا. انا اشوف صراحة اللعبة ما تستاهل ابدا انك تحملها صراحة. انتوا لكم الحرية انك تحملوها تستكشفون ما فيها يعني براحتكم يعني، لكن اشوف فكرة حلوة نوقف هنا يعني، ما داعي نكمل يعني، ما ادري يعني لما اشوف فيها حرق الشيء. لكن العبوها شوفوها لانها هل اللعبة تناسبكم ولا لا. اكتبوا رايكم بالتعليقات، اللي عارف اي شيء عن اللعبة اكتبه بالتعليقات كيف وضعها وكذا عشان نشوف نستفيد كلنا يعني. فيعطيكم الف عافية على المتابعة، اللي ما اشترك اشترك فعل خط التنبيه عشان أول ما ننزل مقطع جديد في القناة أحييك تنبيه بشيء ذا، ونشوف إن شاء الله في مقطع جديد. سلام.